السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم افتركم فيديو جديد عن ماين كرافت. طبعا جاي ما اشوف الحلقة اللي راح سويتها اشياء كثير، اعتقد اني مستعد ان نروح نذر من الحين، فحتى ما احتاج ابدأ التحفير. مين يحتاج دعم؟ فالمهم جميل، تشوفين ما شاء الله معايا شيء كثير. شوف التفاحة كذا، هذه كذا أول جولدن أبل. أوكي الحين بس أبغى بكتين وخليه ثلاث، عشان لا خل حد احتياط بعدين. ترتب شوية الانفنتوري. اوكي صار شوية مشاكل، شربت لكم. طبعا استغربت انه مو لازم اسوي كذا، في طريقة افضل، تحتاج خشب كثير فبخليه بعدين.
طبعا شفت العيد اللي جبته قبل شوية. طبعا أول قلت إني بخلي فيه حبة لافا احتياطية، هذا الحين جات فائدتها. Thank you.
اوكي طبعا، كيف كان الفيديو حق اليوم؟ عارف انه ما صار اشياء كثير، بس الشيء هذا اخذ مني وقت طويل، فما بخلي الفيديو طويل وما اروح دلن، لان قاعد حاليا اشتغل على الحاجة. فهذا كان الفيديو حق اليوم، ومع السلامة.